لاعبنا من الأندلس إلى مدريد لكي يقفوا خلف فريقهم في هذه المباراة ولكي يشجعوا فريقهم في هذه المواجهة ولكي يتخطوا عقبة الريال في سانتياغو برنابيو في معقل الفريق الملكي في معقل الميرينجي بوجود الدون والأسماء الكبيرة. بداية جميلة الآن مراتي حول مر يتقدم بالجهة اليمنى يلعب العرضية الكرة مرت إلى رمي التماس لا تزال مستمرة. المسجل أمانة للاعبي نادي ريال مدريد كلمة كرة موجودة في الجهة اليمنى وسط هذه خطيرة إلى غارسيا يسدد حارس المرمى ممتاز الحارس دييغو لوبيز يمسك بالكرة ويفتن عن هجمة رونالدو. الدون يتمنى بأن يدون أول أهدافه في هذه المباراة ثابتة ضربة حرة مباشرة هل يفعلها دي ماريا؟ دي ماريا شالها مواطنة شالها مواطنة كوبي هذه إلى دي ماريا. دي ماريا مر دي ماريا يتقدم دي ماريا بمارتا بسرعة تسديدة لكنها تعلو العارضة فيها ضربة مرمى ضربة مرمى في اللقطة الماضية. هذا هو اللاعب أنخيل دي ماريا مر وتقدم وتلاعب وسدد في اللقطة الماضية لكن كرة علت العارضة فيها ضربة مرمى. الريال نعم يدخل هذه المواجهة وعين على الانتصار ولا غير ذلك يبحث عن تقديم المستوى وتقديم الأداء الكبير. لاحظ الكرة الثابتة والتصدي وردات الفعل من قبل حارس المرمى الحارس كابايرو لكن إيسكو اللي يلعب إجباره على الحديث باللغة الكتالونية. كرة موجودة الآن إلى دي ماريا دي ماريا بماريا رونالدو رونالدو ضاعت 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 رونالدو يهدر فرصة ثانية لكن الثالثة ربما تكون ثابتة. الدون كريستيانو رونالدو كاد بأن يسجل أول الأهداف لاحظ تمرير دي ماريا مررها إلى رونالدو ورونالدو سدد كرة تمرت بجوار القائم الأيسر ضربة مرمى أخرى لنادي مالقة لكن كثر الدق يا مالقة راح يسجل الريال في الدقائق القادمة إن استمرت الأمور بهذه الطريقة. الملكي والميرينجي ربما في طريقة لتسجيل أول الهدف لاحظ التسديد أربعة لنادي ريال. إيسكو يغير اتجاه اللعب إلى دي ماريا دي ماريا هذه أخطر هذه أخطر هذه أخطر بالرأس حارس المرمى يجدها بين يدي حارس المرمى واقف لحسن حظه في المكان المناسب لكن فرصة خطيرة جدا نعم بالرأس كانت حاضرة من موراتا لاعب يبحث بأن يصنع الفارق وأن يعوض جماهير المالكي بغياب اللاعب بنزيما اللي يعود مرة أخرى إلى الأهداف يعود مرة أخرى. تحضر من إسبانيا بأن ربما راح يدفع باك أساسي في مباراة لبيان كونيري مع نادي جوفانتوس كرة موجودة هذه خطيرة لكنها مرت إلى ركلة ركنية ركلة ركنية موراتا خطير سريع مهاري هنا المطالبة بخطأ اعتراض وامتعاض من قبل لاعبي نادي مالقا حكم المباراة يا ركلة ركنية على التنفيذ إيسكو إيسكو يلعب الكرة الآن عرضية عالية خطيرة كريستيانو بالرأس نعم الكرات الهوائية بوجود كريستيانو رونالدو لا يعلى عليه أبدا كريستيانو رونالدو لعب الكرة الماضية لاحظوا التدخل اللي كان حاضر من موراتا حكم المباراة شاهد بأن اللقطة الماضية ما فيها شيء وأمر بمواصلة اللعب وهنا الاعتراض اللي كان حاضر من ولينغتون ومن أيضا اللاعب خيسوس في الملعب بالخطأ تعود إلى إيسكو إيسكو إلى موراتا إلى إيسكو مرة أخرى إيسكو مر إيسكو تقدم إيسكو إلى موراتا موراتا يسدد يا سلام يا سلام يا موراتا تسديدة جميلة على طريقة كريستيانو رونالدو في اللقطة الماضية لكن حارس المرمى يتصدى في اللقطة الماضية بامتياز ويحرم موراتا من أول الأهداف في هذه اللقطة وفي هذه الكرة تسديدة جميلة. كابايرو يقف حتى هذه اللحظة في وجه لاعبي نادي ريال مدريد ويقف ندا للاعبي نادي ريال مدريد. توريس في الجهة اليسرى يلعب عرضية خطيرة لكن حارس المرمى دييغو لوبيز يخرج في الوقت كابايرو يحرم الريال من العديد من الأهداف في شوط المباراة الأول. حارس مرمى متألق في هذه المباراة بينما حارس مرمى نادي ريال مدريد دييغو لوبيز هو في راحة تامة. لاحظ كريستيانو من جميع الزوايا يسدد لاعب خطير جدا بكل الوضعيات يبحث بأن يضع الفريق المالكي لوبيز حارس المرمى استغل وأمر بهذه القاعدة إذا هبت رياحك فاقتنمها كان المناسب ممتاز هذا المدافع
يقدم أداء كبير. إيرلا مندي في وسط الملعب لاعب أيضا ممتع، كرة وصلت الآن إلى إيسكو، إيسكو يمرها إلى مارسيلو، مارسيلو عرضية خطيرة بالرأس بالرأس، لكن يا كابايرو يا كابايرو ما الذي يقدم كابايرو في شوط المباراة الأول؟ لاحظ الكرة من مارسيلو بالرأس إلى موراتا، موراتا في المكان المناسب، لا كابايرو مش طبيعي اليوم، كابايرو مش طبيعي في هذه المباراة، يتصدى للعديد من اللقطات، لاحظ ردة الفعل، هو محظوظ كابايرو في هذه اللقطة، شالها بطريقة غريبة، لكن في النهاية يحرم نادي ريال مدريد من شوط المباراة الأول، شوط أول ملكي، شوط أول للفريق المرينجي، قدم أداء كبيرا جدا أمام كابايرو، كابايرو يحرم نادي ريال من العديد من الأهداف. حرم ريال مدريد من التسجيل يسرى، المحاولة مستمرة ملعوبة لن عرضية خطيرة، هذه إليسو سدد الكرة مرت إلى ضربة مرمى، فرصة خطيرة جدا، قادم أن يسجل الآن نادي مالقا، غالي إليسو هدف غائب في شوط المباراة الأول، متعة وحلاوة كرة القدم لم تحضر الخصم قبل أن يمتعوا جماهيرهم في هذه المباراة، كرة فيها رمية تماس وبعد ذلك صافرة نهاية شوط المباراة الأول، مشاهدينا متابعينا في كل مكان تنطلق من قبل حكم اللقاء الحكم غاميز يعلن عن نهاية شوط أول مثير بالنسبة للفريق الملكي، ما بنفس اللاعبين اللي تركوا شوط المباراة الأول يبدأون الآن شوط المباراة الثاني، الريال يبدأ بدييغو لوبيز في حراسة المرمى، كارفاخال بيبي راموس مارسيلو وسط الملعب خضيرة وإيل أرماندي أنخيل دي ماريا أسوا لا إيسيري مالقا، يبدأ بكابايرو في حراسة المرمى، خيسوس غوميز سيرجيو سانشيز ويلينغتون أنتونوت والهدف الأول، ما البداية يفعلها الفريق الملكي عن طريق دي ماريا ابن التانجو، يرقص الرقصة الأولى مع بداية شوط المباراة الثاني، كابايرو عمل الصعب في شوط المباراة الأول، لكن الآن مع بداية شوط المباراة الثاني خلاص وصل ريال مدريد حتى سجل الهدف الأول، لاحظ المحاولة والكرة الملعوبة العرضية ممتازة غلطت حارس المرمى، العمل كل العمل من دي ماريا والتمويه كان حاضر من كريستيانو رونالدو، سجل الهدف الأول في وقت مناسب جدا، كرة غلطت حارس المرمى كابايرو اللي حرم الريال من هذه المواجهة، الريال حتى هذه اللحظة متقدم بهدف، دي ماريا يحاول، دي ماريا يمر إلى إيسكو، إيسكو يا سلام يا كابايرو، حارس مرمى كبير جدا، كابايرو يحرم إيسكو من تسجيل مرمى فريق السابق، عادة لكوئيل أرماندي اليسرى إلى مارسيلو، مارسيلو يمر يتقدم مع كريستيانو، كريستيانو ربما يسدد، حارس المرمى كابايرو موجود في المكان المناسب، يمسك بالكرة ويتصدى في اللقطة الماضية بامتياز، لكن كما ذكرت حارس الريال بويو السابق اللي عن زميل إلى سامي عيني، وصلت هذه إلى سامي، سامي أخطر الآن، لكن الكرة مرت إلى ركلة ركنية، يفعل كل شيء ريال مدريد، يصل إلى منطقة جزاء نادي ملقا بكل سهولة، تيكي تاكا رايحة، الكرة وصلت إلى دي ماريا، من دي ماريا إلى خضيرة، من الخضيرة إلى رونالدو، رونالدو لعبها، لكن سيمريرا بمراوغة بلقطة جميلة في شوط المباراة الثاني، الكرة مستمرة، واللقطة الآن أيضا تبعد والراية والتسلل تحضر على اللاعب كريستيانو رونالدو في اللقطة الماضية، الدون يتمنى بأن يدون أول أهدافه في شوط المباراة الثاني، دائما الانتصارات لنادي ريال مدريد، انتصر في 30 مباراة 7 تعادلات ولا انتصار، لاحظنا الاستلام والمرور والتقدم من قبل كريستيانو رونالدو، استلامه بمراوغة جميلة من أمام سيرجيو سانشيز، وهنا الفرصة الخطيرة لشان حارس المرمى كابايرو طويلة إلى منير، حاول يتقدم فيها المغربي، يتلعب الآن منير، دخل منطقة الجزاء خطيرة هذه، لكن مرت أخيرة، لكن كما يقال الأشخاص الذين فشلوا في الحياة هدف
الثاني لك الراية والتسلل. يستحوذ على كل شيء، كرة ملعوبة الآن إلى موراتا، موراتا إلى رونالدو، رونالدو مر، رونالدو مر إلى إيسكو، إيسكو حاول يا عيني إيسكو، رونالدو يا سلام يا سلام، لقطة جميلة جدا، تيكي تاكا رايحة، لمسة باللوحة ينهيها كابايرو على طريقة حراس اليد. ما يقدم كابايرو شيء خيالي في هذه المباراة، شيء خيالي، هو لوحده خط دفاع، هو لوحده ما شاء الله عليه خط دفاع بالنسبة لنادي ملقا، يقدم أداء كبير جدا. كرة ملعوبة الآن عرضية خطيرة، هذه بالراس مرت فيها ضربة مرمى، موراتا يتمنى بأن يسجل، رونالدو يبحث عن الثاني لكن الكرة مرت، وكارلو أنشيلوتي لكن لا رونالدو، يا ولد يا رونالدو، يا سلام يا رونالدو، وقفنا وقفة كابايرو، وقفنا وقفة كابايرو، لابد بأن يجد حل كريستيانو، رونالدو سدد، كابايرو يتعلق ويحرق. يا هذا المدرب اللي يحضر ويقود نادي مالقا، كرة ملعوبة تسديدة، محاولة خطيرة جدا عن طريق لاماندير سوليني، كاد بأن يعادل النتيجة ويسجل هدف التعادل، أحد أبرز الانتدابات بالنسبة لنادي مالقا، قادم من الوداد وكاد بأن يكسب ود جماهير نادي مالقا في اللقطة الماضية، تسديدة انتصار لمالقا، كرة تعود وصلت إلى إيرلماندي مررها في الجهة اليمنى إلى كريستيانو، رونالدو معابل، رونالدو يا ولد يا ولد يا رونالدو، يا سلام، عرضية على الواقف لكن اللعب سامي خضيرة كان بموقف تسلل، يستعرض كريستيانو يلعب العرضية بامتياز في آخر 10 دقائق، لاحظ كريستيانو مر وتقدم، لعب العرضية بطريقة ما راح تشاهدها إلا مع الدون، الدون كان بأن يسجل أو يصنع ثاني الأهداف، وقف على كرته مررها بهذه الطريقة، لعبها بطريقة جميلة، أعتقد ربما المحاولة مستمرة إلى مارسيلو، مارسيلو إلى خيسي، دخل منطقة الجزاء، ربما الثاني الثاني الثاني، لا 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 لا، مستحيل ما يقدم الآن اللاعب وحارس المرمى كابايرو، لا مستحيل ما يقدم كابايرو في هذه المباراة. الإمكانيات عالية في شوط المباراة الأول وفي شوط المباراة الثاني، بل هو نجم نادي مالقا، كرة ملعوبة الأخير سيسانتر كابايرو، يا كابايرو ما يقدم كابايرو شيء من الخيال، لا 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 لا, لا مستحيل ما يقدم كابايرو، حارس على الميريا وتعادل مع إسبانيول، كرة وصلت إلى رونالدو، رونالدو سدد، لا 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 لا, لا. رونالدو 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 يبحث عن حل لكن كابايرو، كابايرو تعجز كل الكلمات عن وصف ما يقدمه كابايرو، لاعب هو أكثر من 5 إلى 6 أهداف، أهداف حقيقية وليست فرص، كرة ملعوبة له وصلت إلى مارسيلو، يا عيني مارسيلو سدد يا كابايرو، يا كابايرو خلاص خلاص كابايرو، الحل هو بأن الصمت في مواجهة كابايرو جمال، الصمت في مدح كابايرو جمال، كابايرو ما راح يسأل عنها أبدا، كرة موجودة الآن وصلت إلى بيل، بيل يتقدم، بيل يتلاعب، بيل يسقط وركلة الجزاء، جاريث بيل نعم الغالي سعر فيه، جاريث بيل يتحصل على ركلة الجزاء في الدقائق الأخيرة، الريال ربما ينهيها خلاص، نشاهد ونتابع، لاحظ الكرة حاول بأن يستلمها جاريث بيل مع ويلينغتون، ويلينغتون تدخل عليه، حكم المباراة جوميز كان قريبا، احتسب ركلة جزاء لمصرعة الفريق الملكي، سقط على أرضية الملعب جاريث بيل الغالي سعره فيه، كريستيانو رونالدو، كريستيانو يتقدم، الدون يسجل، نعم يسجل كريستيانو، ما في صعب أبدا، ما في مستحيل، في كل مواجهة خاصة لابد بأن يكسبها كريستيانو رونالدو، رونالدو يسجل هدف ثاني لمصرعة الريال، الريال يتقدم بهدفين، خلاص انتهت الحكاية يا كابايرو، انتهت الرواية يا كابايرو، هي الضربة القاضية من كريستيانو رونالدو، هي رصاصة الرحمة من كريستيانو رونالدو، الدون يدون الثاني، رونالدو يتقدم بهدف ثاني لمصرعة الفريق الملكي، هذا اللاعب اللي في كل موسم يحطم أرقامه التي سجلها في الموسم الماضي، في هذا الموسم
يسجل 41 هدف. نعم بوجودي أنا لا تخافوا، هكذا هو لسان حاله، بوجود الدون أبدا لا تخشى يا من تعشق وتحب الميرينجي. الريال ويواصل انتصاراته ويؤكد جاهزية للكلاسيكو وللموقع الصعب أمام نادي جو